يعني لو قلنا سمبليفاي 3 بلس 4 اي اوفر 5 ماينس 2 اي، لازم ما ينفعش يكون عندي اي في الديرمينيتور، فانا لازم اعمل ايه؟ عشان اخلص من اي دي بقوم انا مطول الشرطه دي كده اهو، اكتب مسالتي تاني 3 بلس 4 اي اوفر 5 ماينس 2 اي بس بتوين براكتس، وهنيجي على الديرمينيتور اللي تحت ده نعمل له كونجوجيت، نعمل له كونجوجيت يعني ازاي؟ يعني نقوم مزودين تو براكتس من عندنا كده اهو، ونعمل ايه؟ هنا 5 ماينس 2 اي يبقى نعمل ماشي كده. احمد دخل ماشي. طيب بص يا احمد، احنا قلنا ممنوع ان يكون تحت في اي في الديرمينيتور، فانا هعمل ايه؟ اطول الشرطه شويه احط دول في البراكتس، بنجيب كونجوجيت يا جماعه للي تحت، للي تحت يعني هو 5 ماينس 2 اي نحط له 5 بلس 2 اي هنا 5 بلس 4 الكونجوجيت ده، عشان هو ساعات بيسالني فيه في الكومبليت يقول لي ذا كونجوجيت اوف 5 ماينس 2 اي، تقول له انت 5 بلس 2 اي بتغير بس الساين بتاعت الميدل، الميدل تير الايميجنري تير اللي هو فيه اي ده، تمام؟ طيب كل ما عليا يا جماعه ان انا هعمل مساله تايمز فوق مساله تايمز تحت. طب مساله التايمز اللي فوق نعمل فيها ايه؟ اهو هنخلي ال 3 تتعمل تايمز ال 5 وتايمز ال 2 اي يبقى 15 بلس 6 اي، هنخلي ال 4 اي تتعمل تايمز ده وتايمز ده يبقى هتدينا 20 اي، و 4 اي تايمز 2 اي هيديني 8 اي باور 2. كويس، انزل تحت لما يكونوا البراكتين شكل بعض يا جماعه عامه في الماث وانت بتعملهم تايمز مفيش داعي تقعد تعمل بقى الاولاني تايمز الاثنين التانيين والشغل ده، طالما هم شكل بعض وواحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف كفايه تعمل الاول مع الاول والثاني مع الثاني وشكرا. طب اما اعمل 5 تايمز 5 اديني 25، لما اعمل نيجاتيف 2 اي تايمز بوزيتيف 2 اي اديني نيجاتيف 4 اي بار 2. خدوا بالكم يا جماعه ان معظم الناس بينسى ان الاخراني اي بار 2، بيكتبوا اي فبيجي يجمع بيلخبط الدوري. احنا كان لو المساله دي جايه لنا في الاكسات كنا بنعمل ايه؟ كنا بنكتب ال 15 وبنجمع دول وخلاص 26 اي، وده بيبقى 8 اي بار 2 خلصها كده، واللي تحت كانت بتبقى خلصانه على كده يعني، كان المفروض المساله اخرها كده. لو الاي دي مكانها اي لتر تاني غير مثلا يعني اكس اي دي اي لتر تاني كانت المساله خلصت على كده، ولكن الاي بتدينا اوبشن زياده اللي هو ايه؟ لا ان الاي بار 2 دي انا ممكن اعوض عليها بنيجاتيف 1، فالمساله مسارها هيختلف خالص. ايه اللي هيحصل؟ هيبقى ده 15 بلس 26 ار وده هيدينا نيجاتيف 8 تحت 25، هنا نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف 1 وسط 4. طيب نجمع اكتر، في هنا 15 وماينس 8 نجمعهم يدينا 7 بلس 26 ار اوفر 29. ودايما يا جماعه اخلي الريل بارت اللي ما فيهوش اي ولا في الاول وبعدين الايميجنري بارت. طيب فبقت المساله كده 7 بلس 26 اي اوفر 29. خد بالك لما يكون عندي حاجتين بعملهم ديفايدد حاجه واحده، بنعمل الاولاني ديفايدد 29 اهو بلس الثاني ده برضو بيتعمل ديفايدد 29، وممكن بدل ما اكتب الاي فوق هنا اكتب على السطر هنا، فهتلاحظوا ان الانسر طلعت برضو يا جماعه ايه؟ كومبلكس نمبر. ما هو ده كومبلكس نمبر برضو، المكالكع ده كله تخيلوا كومبلكس نمبر لانه بيتكون من ريل بارت وايميجنري بارت، تمام؟ ساعات ده يجي يقول لي ايه؟ يقول لي مثلا حاجة، يقول لي حاجة زي كده، يقول لي ايه؟ يقول لي في اكس بلس، اخد راحتك كمان شوية، في 2 اكس بلس 1 بلس 4 واي ار ايكوال 5 ماينس 12 اي،
then x equal نقط y equal نقط. وممكن يقول لي مثلا x plus 3y equal نقط مثلا، حاجه زي كده. وممكن بدل ما يقول لي كده يقول لي find the value of x and y. هو سواء قال لي كده يا جماعه او قال لي كده، يعني بالاخر انا لازم اجيب الاكس والواي. طيب المساله دي معتمده على ايه؟ هكتبها قدامي تاني، ادي 2x plus 1، هتلاحظوا ده ما فيهوش i خالص، plus 4y i وده في i equal 5 minus 12 i. لو انا لاحظت حاجه يا جماعه، بصوا كده على ده كده، ده ما فيهوش i وده ما فيهوش i، يعني ده real part وده real part هيبقوا equal part. بينما لو انا لاحظت الثاني هتلاقوا ده في i وده في r، فدول هيبقوا imaginary parts هيبقوا equal بعض برضه. يعني المفروض 4y i يبقى equal negative 12 r. تاني يبقى انا بعمل زي comparison كده، ان الريل بارت هيبقى ايكوال الريل بارت، الايميجنري بارت هيبقى ايكوال الايميجنري بارت. وفي الحاله دي ببتدي احل، ببتدي احل ازاي؟ اهو نقوم قايلين ايه؟ دي انا ممكن اودي ال1 الناحيه الثانيه ب opposite side، يبقى 2x equal 5 minus 1 يعني 2x equal 4. طب نودي ال2 بالديفايدد يبقى x equal 2. هنا لو انا ملاحظ حاجه الاي هتشال مع الار، يعني كانها 4y equal negative 12، نودي ال4 بالديفايدد يبقى الواي equal negative 3. كده انا جبت x وy يا جماعه. طالما جبنا x وy هو بيقول لي هات لي ايه؟ x plus 3y. حاضر، x plus 3y نكتب بدل الاكس 2 وبدل الواي ايه؟ negative 3، تعويض يعني، ونحسب ده على الكالكليتر هتطلع الانسر negative 7. ده اللي هو طلب يعني ايه؟ غالبا في المسائل دي بيطلب مني فايند ذا فاليو اوف اكس اند واي. يبقى القصه كلها معتمده عليها يا جماعه، ان انا بساوي الريل بارت بالريل بارت والايميجنري بارت بالايميجنري بارت. تمام؟ فدي بقى النوعيه دي من المسائل دي اللي هخلي عليها الهوم ورك بتاعنا، النوعيه دي من المسائل. تمام؟ برضو في عندنا فكره ثانيه برضو اللي هي بتاعت سولف ذا ايكويشن. برضو عشان اخليها في الهوم ورك. طول ذا ايكويشن دي سهله اصلا، اللي هو يقول لي مثلا ايه؟ سولف ذا ايكويشن، بص كده يديني ايه ايكويشن مثلا 3x بار 2 بلس 12 ايكوال 0. دي يا جماعه سهله جدا، دي كل ما عليها ان انا ايه؟ هنقل ال 12 الناحيه الثانيه نيجاتيف 12، طب هتودي 3 بالديفايدد يبقى اكس بار 2 ايكوال نيجاتيف 4. كنا بناخد سكوير روت سكوير روت، كان ايام زمان نكتب دي للكالكليتر تقول لنا ايرور، لكن دلوقتي احنا كبرنا بقى ما عادش في ايرور دلوقتي. كنا بنكتب طبعا بص كل نيجاتيف، فكنا نيجي حد هنا ونقول سوليوشن سيت ايكوال 4 عشان كنا بنحل في الريل نمبر. لا هنا هيبقى في حل، يعني انا اقول له اكس ايكوال وهكتب بص كل نيجاتيف اهو، روت نيجاتيف 4 هيبقى بيه يا جماعه ب2 برضه زي ال4 بس جنبها اه. فكده بقى عندي سوليوشن سيت دلوقتي اهو بوزيتيف اور نيجاتيف 2 اي. طب اللي يكتبها بوزيتيف 2 اي ونيجاتيف 2 اي صح برضه، يعني بقى في سوليوشن، لان احنا دلوقتي بنحل في ايه؟ ان سي اللي هي الكومبلكس نمبرز اسمها سي، انما لما كنا بنحل ان ار كان الحل بيطلع 5 لان دي مالهاش شروط. ار اللي هي الريل نمبرز كان الحل بيطلع 5. طيب ساعات بيجيبها لي برضو زي الايه؟ الايكويشن اللي هي محتاجه فاكتورايز او محتاجه. انا افضل يا جماعه لما يجيب لك اي يعني اي ارقام ضخمه في الايكويشن اشتغلها فورمولا افضل. يعني مثلا جايب لي مساله زي دي، بص يا جماعه انت هتقعد تتعب نفسك طالما في نمبر جنب اكس بار 2 هنا، هتقعد تتعب نفسك وتقعد بقى تختار تو نمبرز يعملوا التايمز بتاعه يدي 6 والبلس بتاعه يدي 7 وفي رقم كمان هتجرب معاه. لما تلاقي الايكويشن مقرفه كده بص انت رايح دماغك واعملها فورمولا. وانا بيني وبينكم في المنهج بتاعنا ده اي كوادراتيك ايكويشن اعملها فورمولا هتريح دماغك، ولا فاكتورايز ولا وجع دماغك، بدل ما تقعد الايكويشن مالهاش فاكتورايز
ودي لها فاكتورايز وجع. هو الجنرال فورمولا يا جماعه ميزتها بتحل اي ايكويشن في الدنيا، كوادراتيك ايكويشن، لا فاكتورايز، ما لهاش فاكتورايز يعني تنفع تو براكتس او ما تنفعش بتحلها. فطب ليه ما نستخدمهاش طالما هي جنرال سولوشن؟ هي اصلا اسمها جنرال كوادراتيك فورمولا، جنرال عامه يعني تحل اي حاجه في الدنيا فخلاص. بس بتحل طبعا الكوادراتيك ايكويشن مش اي ايكويشن، يعني يعني لو ايكويشن فيها باور 3 مالهاش دعوه بيها، بتحل اللي فيها ايه؟ باور 2. طيب انا كل ما علاء اقوم مطلع الاي والبي والسي وراح دماغي، الاي ب 3 البي بنيجاتيف 7 السي ب 6، وابتدي اطبق الفورمولا بتاعتي اكس ايكوال نيجاتيف بي بوست اوف نيجاتيف سكوير روت بي سكوير ماينس 4 اي سي اوفر 2. طبعا دي يا جماعه لازم اكون حافظها زي اسمي ده الفورمولا. ابتدي اعوض اكس ايكوال، تعويضاتك يا جماعه خليها في براكتس عشان بس ما تلخبطش نفسك، واعملها على الكالكيوتر. نيجاتيف بي هتحط بدل البي نيجاتيف 7 بوزيتيف نيجاتيف سكوير روت بي سكوير يبقى نيجاتيف 7 باور 2 ماينس 4 في الاي اللي هي ب 3 في السي اللي هي ب 6 اوفر 2a يعني 253. خد بالك لما تيجي تخلص دي على الكالكيوتر يا جماعه ما تعملش ناصح تقوم ضاربها مره واحده على الكالكيوتر. ليه؟ ساعات الروت لو تحتيه نيجاتيف بيطلع المساله ايرور وانت مش عارف الايرور جه منين. فاحنا بنعمل ايه يا جماعه؟ نعملها حته حته. يعني ازاي؟ سيب البوست والنيجاتيف دلوقتي والروت، سيب لي دول كده وخلص الحاجات الباقيه. يعني ايه؟ نيجاتيف نيجاتيف 7 دي هتديك 7، خلص اللي تحت الروت. لو جيت تخلص اللي تحت الروت ده يا جماعه هيطلع لي ايه؟ 4 39 هيديني 23 نيجاتيف 23. شفتوا بقى لما كنت بقول لكم سيبها؟ انت عارف ان انت كنت ضربتها مره واحده على الكالكليتر كانت هتقول لك ايرور. ليه؟ لان الكالكليتر ما بتتعاملش مع الروت النيجاتيف، كانت هتقوم مطلع لك ايرور. فانا اسيب ايه؟ اخلصها حته حته، اخلص دي الاول، اخلص اللي تحت الروت كده 2 تايم 3 6. ايه بقى روت نيجاتيف 23 دي يا جماعه؟ انا لما بقول روت نيجاتيف 16 فانت بتقول لي ايه؟ 4 اي عشان ال 16 لها روت. يعني هو المفروض انت بتعمل ايه؟ انت بتجيب روت ال 16 وتحط جنبه اي، فروت ال 16 ب 4 وبنحط اي. ولكن لما تقول لي روت نيجاتيف 23 انا المفروض اجيب روت ال 23 واحط جنبه اي. طب ما روت 23 ملهاش روت، فخلاص هتفضل كده روت 23 اهو. هنا كان روت 16 لها فوق، فقلنا فوق اهو، لكن روت 23 ملهاش، خلاص سيبها روت 23. يعني يعني المساله بقت كده يا جماعه اكس ايكوال 7 بوزيتيف اور نيجاتيف روت 23 اي اوفر 6، وده معناه ان الاكس هاز تو فاليوز، مره بوزيتيف ومره ايه يا جماعه؟ ومره نيجاتيف. يعني الاكس هتبقى مره بص ومره نيجاتيف 7 ماينس روت 23 اي اوفر 6. وفي ناس بقى زي ما اتفقنا بيقسمها، يعني يقسمها ازاي؟ يعني يعملها بقى ايه؟ كومبلكس نمبر، يعني يقول ال 7 مره اوفر 6 وروت 23 اوفر 6 ويكتب جنبها اي عشان بس تظهر بمنظر الكومبلكس نمبر اللي هو بيتكون من ريل بارت والايمجينري بارت جنبه اي. وهنا دي برضو قسمها يقول الاكس ايكوال 7 اوفر 6 ماينس روت 23 اي اوفر 6. هم دول السوليوشن يا جماعه، هم دول السوليوشن. عايز انت بقى تكتب بعدها، يعني عشان انا ما عنديش مكان، بس تكتب جنبها ستيب بقى هنا كده، تكتب سوليوشن ست وتفتح تو براكتس وتكتب فيهم البتاعتين اللي طلعوا دول اللي هي 7 اوفر 6 بلس روت 23 اوفر 6 اي كوما، وتكتب جنبه الثاني ده 7 اوفر 6 ماينس روت 23 اي اوفر 6 وتقفل البريسس. يبقى انت هتعملها له ايه بقى؟ تقول له في الاخر ان ان دول الحلين اللي هو كان في المسائل العاديه بيطلع لي مثلا ده 2 وده 3، لا هنا طالعين مكلكعين شويه. ليه؟ لان الحل هنا طالع كومبلكس نمبر والحل هنا طالع كومبلكس. بس يعني هي فورمولا عادي. طبعا قول لي بقى لو انت كنت جيت تعملها فاكتورايز كنت هتعملها ازاي؟ ان شاء الله مش هتعرف تعملها فاكتورايز. فدايما يا جماعه استخدم، طالما احنا خدنا الكومبلكس نمبرز
انا افضل لما ادي لك اي كوادراتيك ايكويشن اقول لك حلها، بس طالما فيها اكس بار 2 واكس بس، يفضل ان انت تشتغل فورمولا على طول، تشتغل فورمولا على طول. فانا هخلي الهوم ورك بتاعنا يا جماعه على يعني بفكر ان انا ادي لكم برضو على اللي هو بتاع الاي، يعني هدي اربع اسئله. هدي ايه؟ انت عايز تحل، ممكن تحل مساله وتسيب مساله. يعني ايه؟ هبعته لكم دلوقتي، هصورهم بس وهبعته لكم ان شاء الله. يعني هدي بقى على حته بتاعه الاي اللي عليها باور، هدي على اللي هي التو براكتس اللي عملهم تايمز وديفايد والكلام ده، هدي على الايه؟ على السؤالين اللي قلناهم دول. او هصور لكم الصفحتين وانتم طبعا ممكن تحلوا، وكل كويشن فيه مثلا بتاع 15 مساله، وفي كويشن فيها 8، انت ممكن تحل مساله وتسيبوا مساله. يعني عشان ايه؟ ما بقاش بس كتير عليكم، ما تحلوش بس بتاع 100 مساله، ممكن تحلوا مساله وتسيبوا مساله، او يعني لو لقيتوا فكره مكرره سيبوها. تمام اوكي يا جماعه، والمره الجايه ان شاء الله لو حاجه واقفه نشوفها باذن الله. بإذن الله. تمام، ماشي، سلام عليكم. بس.